مع بداية رمضان كل عام في شمال شرق سوريا تبدأ الأسعار في الارتفاع وكأنها باتت من طقوس الشهر الفضيل. بالنسبة للمائدة ما بيفرح، مائدة رمضان المساء كانت سابقا موجود كل شيء، تطراية المعدة، تصحية الصايم، تقواية جسمه، هسه ما في. رمضان البارحة يعني البارحة أسعار شكل، اليوم الصبح أنا نزلت أسعار شكل، يعني نار بشكل، يعني اليوم البندورة ب4000 ليرة، يعني زادت 1500 ليرة، 2000 ليرة زادت بشغلة ساعات. يعني دخلت على السوق هذا بدي خذ شوية زيتون شوية لبنة، شيء مو بعقل يا زلمة، فيعين الله ايش بدك تسوي. ومع عدم استقرار الدولار يصعب على الجهات المعنية في شمال شرق سوريا ضبط الأسعار، وهذا ما شكل عدم استقرار في أسعار المواد. بالنسبة لعدم استقرار الأسعار هناك عدة عوامل، العامل الرئيسي هو عدم الاستقرار في الدولار. الدولار بشكل يومي نلاحظ أنه يقوم بالارتفاع، بالإضافة إلى أغلاق المعابر. أغلاق المعابر هذا يؤدي إلى تحكم بعض التجار في الأسعار. هذا الارتفاع في الأسعار جعل من موائد الإفطار هذه السنة تفتقد الكثير من الطقوس كالأكلات الشهيرة والمشروبات الخاصة. ارتفاع الأسعار حرم الكثيرين من الاستعداد لرمضان، إلا أنه لم يمنع فرحة الأهالي بدخول أجواء الشهر الفضيل. هجر سيد سكاي نيوز عربية، القى مشلي، شمال شرق سوريا.